السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله. قراءة جديدة وحصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد برج الثور. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. فين اخواتنا واحبابنا في الله؟ فعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، ويلعبوا الفيديو باللايك، وكما تعودنا تنزل فيها التعليقات. تصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم الكاشف. برد الصور، صلي على الحبيب المصطفى. شايف عندك ان انت بتستحلى بالصبر، وبتقول ربنا هيكرمني من حيث لا تحتسب، والناس اللي بتراقبك في صمت، شايفك ان انت هتحط النقط على الحروف مع هذا الناس. وبشرك ان الفترة دي فترة مميزة وجميلة، ان انت تطلع في اي وتغير في اي حاجة في حياتك. وشايف كمان هنا في مناسبة، المناسبة دي هتخليك فرحان، هتبدأ تديك طاقة ايجابية، انت اصلا محتاج اي حاجة تديك طاقة ايجابية وتخرج الطاقة السلبية اللي عندك. بسم الله الكاشف. شايف هنا في انتصار، عندك انتصار. شايف الانتصار ده هيخليك يطلع من طاقة الخنقة، طاقة الكسل. شايف ان انت هتبقى شخص مختلف، وشخص عندك خروج. شايف انت هتبقى عندك خروج من كركبة، خروج من فوضى، خروج من محنة بإذن الله تعالى. شايف في طاقة إيجابية، عندك تعب ماشي في جسمك، العين اللي بصالك، العين اللي حسداك، اللي مخلياك دايما تعبان مضغوط، لكن بإذن الله تعالى انتم دايما هنا. ان هم بيغيروا منك، هم حاسين ان انتم اشخاص يعني عندكم كل حاجة، او حاسين ان انتم عندكم كل حاجة مكتملة. ما يعرفوش ان انتوا بتعافروا، بتجاهدوا، وبتيدوا على نفسيكم اكتر علشان تكونوا قد المسؤولية او تاخذوا خطوة لقدام. محدش عارف ان انتوا بتتعبوا، مضغوطين، عندكم تعب، عندكم خنقة، محدش حاسس بحد. كل الناس شايفاكم ان انتوا مبسوطين وما شاء الله عليكم، والدنيا فاتحة معاكم. شايف برضو هنا انتوا شوية، في شوية حاجات حاصلة معاكم. في ست، الست دي قريبة ليكم، الست دي قريبة، يعني شايف الست دي من أهل الشريك أو من أهلك. الست دي عاملة لكم سحر، الست دي مش عايزاكم تكونوا ناجحين ولا تكونوا مع بعض ولا تكملوا مع بعض ولا تكونوا ناجحين، لكن ربنا اللي هينصركم عليهم، ربنا اللي هينصركم وهيتفك السحر بمشيئة الله تعالى، وهتطلع من الضغوط، هتطلع من الضيق، هتطلع إلى النور، هتطلع من الظلام إلى النور بمشيئة الله تعالى. شايف إن أنتوا حاطين هدف قدامكم، حاطين هدف وناويين تعملوه في سر، علشان عملتوا كذا هدف وفشل ما اكتملش، فأنتوا شايفكم عايزين تعملوه في السر هذا الهدف، إن شاء الله هينجح بمشيئة الله. الفترة دي إن شاء الله، بسم الله ما شاء الله عليكم، في حاجة حلوة من نصيبكم، هترد فيكم الروح، إن شاء الله ترد فيكم الروح بمشيئة الله تعالى، هتكونوا مبسوطين، هتكونوا سعداء. شايف منكم اللي عايز يشتري مسكن، يشتري سيارة، يشتري ذهب، يهادي حد هدية. شايف برضو إن أنت ذواق كركبة، وهتلاقي الإجابة اللي أنت محتاجها على السؤال، هتلاقي الإجابة بمشيئة الله. أنا شايفك إن أنت مش هتدي أي حد اهتمام تاني. شايف إن أنتوا بتصحوا من النوم زعلانين، تعب، تصحوا مخنوقين، تعب في الجسد، جسمك تعبان، مكسر، دايخ، مش طايق تتكلم مع حد. هذا من السحر احبابنا في الله. شايف هنا باذن الله تعالى
كما كنا أحبابنا في الله، البورد اللي هنلاقي عليه تفاعل إن شاء الله هنعمل له قراءة كثيرة بإذن الله تعالى، وهذا القراءة عامة لرجال ونساء وقراءة مفتوحة بمشيئة الله تعالى. فخذ القراءة أو خذ القراءة اللي تطابق عليك أحبابي في الله، وادعم الفيديو باللايك فضلا وليس أمرا أخواتنا في الله. عندك هنا عصبية، عندك شوية عصبية، عندك شوية عراقيل ما بينك وما بين الشريك، لكن الفترة الجاية بعد التخلص من السحر إن شاء الله هيكون في فرحة ليكم، شاف مولود بشرى بإذن الله تعالى بإذن الله. شاف أنا الفترة دي شاف هيكون في نجاح حلو، شاف في مشروع هينجح، المشروع هينجح وهتمسكوا فيه فلوس حلوة وهتكبروا المشروع، هتكبروه. شايف ان انتم هنا مستعدين لاي حاجة الفترة دي، مستعدين لاي حاجة. انا شايف ان انتم هنا اللي ما كنتوش متوقعينه هيحصل. ايه هو؟ المشروع هيكتمل او شراء الشيء هيكتمل ليك، هتكون في فرحة. بس شايف معك شريك، حد هيدعمك، في دعم من حد باذن الله تعالى، وهذا هيدعمك بقدرة الله. صلي على الحبيب المصطفى. شايفنا الزعل اللي دواكم، رغم ان دواكم الزعل وبتحاولوا، الزعل دواكم هيطلع، هتخلص من الطاقة السلبية اللي انت فيها. شايف ان انت روحانياتك عالية، انت في النص وحواليك روحانيات عالية، نورانياتك وروحانياتك عالية، هي ماشي بتديك احساس او بتديك تخاطر، او في احلام معاك صادقة بتكون صادقة، بتديك احساس بالشخص اللي امامك او الشخص اللي بيكلمك ان كان كذاب او ان كان صادق، احلامك كلها مصداقية، روحانيتك كويسة. بس انت حاسس ان انت في دوامة من السحر، من السحر، لان انت عندك ضغوط. لكن قلنا حواليك قوة، ودو قلبك قوة روحانية. انا شايف عندك هيكون استقرار وهتمشي في الطريق الصحيح واكتمل كما انت، هتوصل للنور باذن الله تعالى، هتوصل للنور. هو العمل هيظهر وهتعرف، او في منكم عرف العمل وبيحاول يخلص منه. شايف هنا انتوا الفترة دي ماشي تعبانين او متضايقين، سواء شاف منكم هنا اللي حصل انفصال ما بينه وما بين الشريك، خذلوه او غدر بيه، لكن ان شاء الله ربنا هيسعد قلبك. بسم الله الكاشف، اللهم صل. انا شايف برضو ان انتم حاسين هنا لوحديكم ودايما بتعافروا، لوحديكم ودايما بتعافروا. ان شاء الله هتنهوا الصراع اللي ما بين القلب، هتنهوه هذا الصراع. شايف ان هنا في حاجة بتداروا فيها وبتكتموا فيها، بتحاولوا تكتموا فيها، مش عارف الناس دي بتتدخلكم ازاي، بتعرف تجيبكم ازاي، بتتدخل في خصوصياتكم ازاي. بسم الله الكاش، حاولوا تكتموا على اسراركم، بلاش اللي على قلبك اللي في قلبك يكون على لسانك، بلاش، حاول تكتم على اسرارك. علشان هنا في ناس بتحب تعبكم، بتفرح في تعبكم، بتفرح، هي بتحب تشمت فيكم. بس انتوا خلاص الحظ هيلعب معاكم، هتقف على ارض صلبة، الحظ هيقف معاكم وهتفتح معاكم الدنيا بفضل الله تعالى. فبلاش الكلام، اكتم على اشيائك، اكتم على اشيائك. شايف هنا في مشاكل ما بينك وما بين حد من الاهل او من الاخوات او قريب عليك، شايف في كلام ومشاكل، شايف ان انتوا هنا قرار هتاخدوه، القرار ده هيكون حاسم. شايف هنا برضو في رجوع، حد عزيز على قلبك، في رجوع، هيكون في رجوع ما بينكم. برضو انا شايف في حد محتاجك، الشخص ده كان مسدون او مريض محتاجك تقف معاه، مع انك انت عامل جهدك كله وبتساعد على قد ما تقدر، بس ما تسيبوش، هو محتاج يطلع من اللي هو فيه، ان كان مسدون او ان كان مريض، اسال الله ربي يشفيه او يخرجه من الضيقه او من الاسر اللي هو فيه. خلي بالكم من الاشخاص اللي قاصدين يحرقوا دمكم، الاشخاص دي حابين ياخدوا منطقتكم،
حابين يأذيكم، حابين ياخذوا من الطاقة بتاعتكم. هذا الأشخاص هم مش كويسين، هم حقودين. يعني هذا الأشخاص دول دايما عايزين يأذوا الشخص الناجح، عايزين يأذوه بقدر المستطاع. اللهم صل على سيدنا محمد. شايفنا للمنفصلين في رجوع منكم، والآخر شايفنا في زواج مرة ثانية في علاقة حب. بس هنا شايف في حد معترض، في حد معترض سواء أخ أو قريب معترض بهذا الزواج أو هكذا معترض. إن شاء الله طريقك هتكتمل في الخير بإذن الله تعالى. في نقطة السفر، في حد عايز يسافر أو نفسه يسافر، أو في طريق سفر، شايف طريق سفر قدامك، في طريق سفر إن شاء الله فيها خير بإذن الله تعالى. عندكم تحقيق هدف، تحقيق هدف طال انتظاره راح يتحقق. أنا شايف هنا برضه في حاجة واقع عليكم، مشكلة واقع عليكم، أنتم مش متوقعين إن الشخص ده يدعي عليكم أو يخط عليكم مشاكل أو يأذيكم. هتنحل بمشيئة الله تعالى، هتنحل. أنا شايف إن أنت داخل على خير، عندك هنا زيادة راتب كما نقول، أو وظيفة جديدة، أنت مقدم على وظيفة، لأن شايف في راتب زيادة، فممكن نقول وظيفة أو زيادة راتب بإذن الله تعالى. شايفك هنا زعلان على حد مريض من أهلك، سواء والدة أو والد أو والدك أو والدك أو أخ ليك، حد قريب على قلبك مريض، إن شاء الله راح يشفى بإذن الله تعالى. شايف هنا برضو، اللهم صل على سيدنا محمد، بلاش النفور، بلاش الخنقة، بلاش الضيق، بلاش الهم. أنا شايف ماشي في هم، في ضيق، بلاش، واخرج من الطاقة السلبية. أنا شايف إن أنتوا هتاخدوا قرار حاسم، والقرار ده أنا شايف إن أنتوا هتخرجوا ناس من حياتكم، هتخرجوا ناس من حياتكم، عشان هنا أنتوا لقيتوا الناس دي ما توقعتوش إن الناس دي تصدموا من هذا الصدمة، أو تيجي عليكم أو تأذيكم. أعطيتوهم الأمان، أعطيتوهم الخير وكل حاجة، لكن هم أذوكم. لأن شايف ظهركم منحني وزعلانين وتعبانين. اهدوا شوية وهدوا أعصابكم على قد ما تقدروا، علشان الوضع اللي انتوا فيه محدش حاسس بيكم، محدش حاسس بيكم. أنا شايف إن انتم معروفين برضه عنكم إن انتم أشخاص طيبين، بس كلامكم بلاش التصرف اللي ظهر أمام الناس، بلاش العصبية، بلاش العصبية، بلاش العصبية. شوف برضو ان عندك تعب في المعدة، عندك تعب في المعدة، تساقط في الشعر، على مزر قافية الدسات. هذا كنا من السحر، من السحر، السحر. وشاف برضو منكم هنا الشريك، خلي بالكم حد عايز ياخده منك، الشريك عايز حد ياخده منكم. فهدوا الدنيا ولموا مسكنكم، لان شايف هنا بيتحط عليكم، بيتحط عليكم. شايفك انت حيران مع انك داخل هنا على علاقه جديده، يعني شايف بس انت عندك شويه امور ملخبطه في حياتك، يعني عندك كذا حاجه معقده معاك، بس باذن الله عندك، شايف هنا عندك علاقه قويه. العلاقه دي هتنتهي بالدواس، هتنتهي بالخير، هتنتهي بالسعاده ليك، مع ان حياتك العاطفيه منقلبه، بس عندك خير بإذن الله تعالى، عندك خير بإذن الله، في خير. شايف انت حاليا دلوقتي عندك فرحة، وفي نفس الوقت يعني انت متربط ومتعقد ومتكتف، يعني وقاعد على كرسي او قاعد مع نفسك ومش عارف تعمل ايه. لكن بدعوات الناس اللي بتدعي لك، شايف حياتك هتبدأ تفتح معاك، وينزاح عنك الضيق او الغمامة اللي عليك هتنزاح، الحيرة اللي عليك هتنشال بإذن الله تعالى. شايف هنا انت هنا عندك ربح من مال ديلك، سواء وظيفة، لان في مال ديلك بإذن الله تعالى، مشروع هدخلت فيه او هتدخل فيه، ديلك رزق من وراه بإذن الله تعالى. شايف ان انت تردع من جديد، تشوف وتفتح وتعرف تستفسر وتعرف تتعامل مع الاخرين. شايف هنا، اللهم صل على سيدنا محمد. بص عندك خير وعندك فرحة وعندك استقرار،
بس خلي بالك من العراقيل اللي ديالك من سبب العين. العين كتيرة، ناس كتيرة عينها على رزقك، عينها على فرحتك، ما عندكش استقرار. يا شايف ان في مشاكل كتيرة عندك، بس انا شايف في علاقة جديدة عندك. شايف هنا ما بينك وما بين الشريك مشاكل، يعني مشاكل من الحسد، من الغيرة، من الحقد. يعني شايف عندك يعني ناس مزعجة في حياتك، بس بإذن الله عندك خير، عندك فرحة. شايف عندك الحسد والعين ملخبطين حياتك، عندك شوية لخبيطة في حياتك مخلينك مش شايف يعني، أو مش قادر تشوف القدام. في أوراق بتخلصها في محاكم فيها خير، بتخلصها دي فيها خير ليك، فيها خير ليك بإذن الله. بس خلي بالك من الناس اللي حواليك، ودي نظرة لأمامك. عندك كذا حاجة حلوة جدا، يعني شايف عندك أمور مقضية، عندك يعني اللهم صل على سيدنا محمد، عندك لقاء حلو بفضل ربنا سبحانه وتعالى. عندك لقاء حلو، شايف عندك لقاء، اللقاء ده هيحسن من حياتك. يعني أنا شايف إنه هيحسن من حياتك ويحسن من نفسيتك ويحسن من مزاجك. شايف عندك هنا هيكون لقاء مع كذا شخص في قعدة واحدة، هيكون عندك كذا لقاء مع كذا شخص. يعني أنا شايف اللقاء ده اللهم صل على سيدنا محمد هيكون فيه صلح، يعني أنا شايف هيكون فيه صلحات وفي في كلام. بس خلي بالك هنا في طرف ثالث داخل ما بينك وما بين الزوجة أو الزوج أو الشريك. يعني شايف في طرف ثالث، الطرف الثالث ده عايز يخرب بيتك، عايز يدخل يعني بيتكلم، داخل في العلاقات العاطفية دايما بيعملكم مشاكل. يعني شايف ان هو عاملكم لخبط كتير. اللهم صل على سيدنا محمد. شايف عندك انتصارة، عندك انتصارة، بس خلي بالك وانتبه كويس جدا من الناس اللي واكلة خيرك او تتكلم عليك وبتوثق سمعتك في ظهرك. خلي بالك حياتك المادية هتتحسن، عندك مشروع هنا ناجح، عندك هنا امور كويسة جدا. بس بلاش الحيرة اللي انت فيها، بلاش الحيرة اللي انت فيها، بلاش الحيرة والقلق والخوف والتوتر. اخلص من التعب اللي انت فيه، طريقك ماشي قدامك، النور هيتغلب على الظلم، على الظلم اللي عندك والعتمة، واللي هتطلع للنور هيتغلب عليها. بس انا شايف ان انت تفكيرك متحطم، تعبت، استحملت كتير ما لا يستحمله احد، استحملت كتير تعب، ونفسك حد يقف معاك او حد يساعدك، لكن انت مش محتاج حد من حد، بس انت نفسك بحد يطبطب عليك، حد يقول لك انا ذنبك، يساعدك، يكون معاك، يقف ذنبيك. شايف في مواجهة مع حد، المواجهة دي شايف هيكون فيها عدل، المواجهة دي هيكون فيها عدل بإذن الله. المواجهة دي شايف هنا انت هتكشف سر خطير، هتكشف سر خطير الفترة اللي داية، شايف الأيام اللي داية دي. بس خلي بالك كن حريص، كن حريص، عشان انت بدأت تمسك على ايدك شوية، بدأت تمسك على حياتك شوية. تكون حريص على مالك، على حاجات كتيرة، عشان انت يعني داخل على هنا على شغل، على دخل، على زواج، دخل على ارتباط، دخل على شراء مسكن، دخل على سفر، لأن طريق سفر مفتوح قدامك، في طريق سفر قدامك. هتكون حريص الأيام اللي داية، وهتمسك على إيدك أكتر، وشافك هتكون حكيم في كل دنيا هيطلع منك. هتكون حريص وهتكون عارف تحسب أمورك وعارف تحسب تصرفاتك أحسن من السنين اللي فاتت. شايف إن أنت هنا هتطلب المساعدة، وحد هيساعدك وهيدعمك وهيديك طاقة إيجابية. بس ابعد عن الناس اللي بتديك طاقة سلبية، ابعد عن الناس اللي بتديك طاقة سلبية. انت في ارض بيتك في نار، ما بينك وما بين الاهل، ما بينك وما بين الاخ، ما بينك وما بين يعني شايف في مشاكل بقدر المستطاع. انا شايف في مشاكل في بيتك، في مشاكل في البيت، انت تعبت مش عايز تعيش في نفس البيت ده، في كمية طاقة سلبية، بتتعب، مخنوق، تعبت من المشاكل، تعبت من الزعل، تعبت من الضيق اللي انت فيه، عايز تطلع من البيت ده، عايز تنتقل مع نفسك. خلي بالك عليك مراقبة، في حد مراقبك، في حد بيراقبك، حد عايز يراقبك ده، انت مش عارف او ممكن عارف ان انت عليك مراقبة، عايز يراسلك، عايز يوصلك، بس عليك عيون كتيرة جدا بيحسدوك، بدل المرة اتنين وتلاتة حسدوك،
تعبوك، عندك إرهاق، عندك تعب، عندك ضيق، حزن، تفكير. وزيادة بالنسبة لهنا السحر اللي قلنا عليه، ما فيش زواد مكتمل معاك، كل مرة يعني تكتمل، ما فيش زواد تكتمل. وعندك حصل برضه انفصال بسبب السحر، حصل انفصال بسبب السحر والحسد. عندك تعب في العمود الفقري والرجلين والرقبة ودوخة بتديلة. اللهم صل على سيدنا محمد. بس في حد هنا هيدعمك، هيقف معاك، هيحترمك، هيقدرك، ان عندك كمية احترام كبيرة. شايف عندك كمية احترام، شايف انت في حاجة هتعملها هتعلي من شأنك، في قرارات هتاخدها في حياتك هتعلي منك. الهم اللي انت فيه هينزاح، التعب برضو اللي انت فيه والحزن ده كله هتطلع منه، هتطلع منه، وشايفك هتنتصر. انت ماشي خسرت حد على عزيز على قلبك، خسرته، بس انت عرفته ان هو ما يستاهلش او مش كويس. شايف برضو ان انت اتغدرت او اتظلمت او اتأذيت. يعني شايف الحد ده اكتشفت حقيقته، اكتشفته على الحقيقة، هو كان عزيز على قلبك، بس انا شايفك انت مطعون بسكينة في قلبك، يعني قلبك مكسور. بس عندك خبر حلو جدا، يعني انا شايفك ان انت توصل لتحقيق الامنية اللي انت عايز توصلها. الباب اللي كنت بتحاول تفتحه هيتفتح قدامك، وهتوصل للي انت عايزه. عندك حلم بيتكرر معاك لكن لسه متحققش، هيتحقق، هيتحقق بإذن الله تعالى. في حد غلط فيك، حد غلط فيك، هيجي يعتذر لك، هيعتذر لك وهتسامحه، لأن أنا شايف هترد حياتك ما بينك وما بينه تاني. في حد هنا هيتصل بيك، هيتصل بيك، أنت منتظر مكالمته أو منتظر رسالته. دايلك الرسالة قدامك خطوتين، ودايلك الرسالة، حياتك فيها تحسن، فيها خير، بس حاول يعني تكون حكيم. عندك تحقيق أمنية بإذن الله تعالى، عندك تحقيق أمنية بإذن الله تعالى. يعني شايف الأمنية دي أنت هتكون يعني، أو أنت بتتمناها من زمان وبتعافر وبتسمع وعايز توصلها، أو عشان توصلها. بص هنا، اللهم صل على سيدنا محمد، عايز هنا أمورك تتحسن، يعني أمورك تتغير. يعني شافوا كمان، يعني عايزك تكون حكيم أكتر من الأول، فاكتر في تصرفاتك، في أفعالك. شايف عندك في الشغل هنا، اللهم صل على سيدنا محمد، عندك ترقية وعندك زيادة في المال. شايف عندك تحسن في وضعك في العمل، عندك تحسن كويس. بس في حد بينافسك، في حد عايز ياخد مكانك، عايز يستغلك في شغلك، بيتكلم عليك بالسوء، مع انك انت مقدم له الحلو كله او كويس معاه، لكن هو عايز ياخد مكانك، عايز يستغلك. الدوامة اللي انت فيها دي هتطلع منها، هتطلع من الحفرة اللي انت عاملينها لك وعايزين يوجعوك فيها، هتطلع من كل المشاكل اللي انت فيه والخوف والتوتر. شايفين عندكم حد تعبان، زعلان، مخنوق، الحد تعبان قوي، حد قريب عزيز على قلبك من الاهل او من الاقارب تعبان مريض، ان شاء الله ربنا يشفيه. بس انتوا هنا شايفكم هنا حد، اللهم صل على سيدنا محمد، انا شايف في حاجه برضه جوه قلبكم، يعني مسبب لكم وجع، مسبب لكم الم. انا شايف بس عندكم بدايه جديده، انا شايف ان انتوا هتتكلموا في حاجات كتيره جدا. انتم يعني انا شايف عندكم حاجات كتيره بتخلصوها، عندكم اوراق او حاجات بتخلصوها. شايف في بدايه جديده، بس انتوا خايفين ليه تكملوا، خايفين ليه تدخلوا في علاقه. شايف عندكم طاقه خوف تكملوا او تدخلوا في العلاقه، شايف عندكم طاقه خوف. شايف ان انتوا خايفين من حاجات كتيرة، شايفكم برضو محتارين. يعني شايف عندكم طاقة حيرة، بس انا شايف في منزلك او في بيتك هنا في فرحة، في ارتباط جديد، في زواج، في زواج او ارتباط. انا شايف فرحة خاتم في ارض بيتك، لا اما رجوع للمزودين، لا اما زواج مرة اخرى للمنفصلين، رجوع، لإما زواج مرة أخرى، لإما ارتباط جديد، لأن أنا شايف في فرحة في أرض بيتك بالنسبة للارتباط أو الزواج. اللهم صل على سيدنا محمد، بسم الله الكشف. شايف هنا بتشتري سيارة، شايفك هنا بتشتري حاجة، سيارة أو تشتري هدية لحد، أو حد أعطاك هدية كبيرة قيمة،
حد يديك هدية، لما انت تديك تدي حد هدية عندكم سعادة بإذن الله تعالى. انا شايف ان انت يعني هيخليكم ان انتم مبسوطين وفرحانين، عندكم طاقة انبساط، شايف يعني علاقاتكم ابتدت تتحسن من بعد الألم اللي صار، لأن انتم صبرتوا كتير جدا، يعني صبرتوا يعني صبر كبير جدا، صبرتوا على دراسة، يعني منكم من شغال على دراسة، عشان في خلاف برضه هتحلوه، والخلاف ده مع حد هينحل، في خلاف هتحلوه. أنا شايف في قاعدة برضه، القاعدة دي يعني هتكون فيها لطيفة، هتكون كويسة، هتكون مبسوط فيها، يعني هتكون فيها طاقة إيجابية. أنا شايف عندكم بس في حدنا، اللهم صل على سيدنا محمد، من الصحاب أو من الشغل أو هكذا بيأذي فيكم. أنتوا برضه أنا شايف كنتوا بتحبوا حد جوش أو كنتوا معجبين بحد، يعني شايف لقيتوا رد فعل انتوا ما عجبكمش، بس انتوا قررتوا يعني تبعدوا، قررتوا تنفصلوا، قررتوا تبعدوا عنه، لان انا شايف في حيرة، في تقلب مزاج، شايف في حيرة، شايف برضو انا شايف، بس انتوا واثقين من نفسكم جدا، واثقين من حبكم اتجاه الشريك، يعني انتوا واثقين من نفسكم كويس جدا، بس انتوا هنا اللهم صل على سيدنا محمد في حاجة ضايعة منكم، في حاجة ضايعة منكم مش واخدين بالكم منها. خدوا بالكم من مستقبلكم، لان في نجاح، خدوا بالكم من مستقبلكم. انتم معانا شايفكم معتزلين اكتر من حد، مدينه ظهركم، يعني شايف بس عندكم طاقة السفر، طاقة السفر كبيرة، في حلو، فيها رزق، فيها سعادة ليك، طاقة السفر، فيا ريت تستفادوا بكل العروض اللي هتعترض عليكم، لان في عروض او عرض هيكون كويس حلو ليكم، شايف هيكون مستقبلكم جميل باذن الله تعالى. يعني شايف خط الحظ مفتوح، وفيه الرزق، فيه السعادة ليك، شايف عندكم السعادة بإذن الله تعالى. في بشرة بحامل قريب، بشرة حامل قريب، وابعد عن أي حد يأثر عليكم بالطاقات السلبية، لأن الرزق دايلكم والفرحة بإذن الله تعالى. وصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلاج السحر، علاج المس، علاج التعطيل. أخواتنا في الله، تأتي بي المسك الأبيض أو مسك أسود، المسك الأبيض أو المسك الأسود، وبفضل الله تعالى تتوضأ، تصلي ركعتين لله، تجلس متجها إلى القبلة، تقرأ على المسك، تفتح المسك وتقرأ عليه سورة ياسين 7 مرات. مسك أبيض أو مسك أحمر تأتي بكمية كبيرة كي تغطيك دهين الدسد لمدة 7 أيام، هتقرأ عليها سورة ياسين 7 مرات، وآيات السحر كل آية 7 مرات، وتأتي ببركة ماء تضع فيها ملح من الخشن هكذا حفنة، وتضع قليلا من المسك على الماء بفضل الله، وتستحم قبل أذان المغرب مباشرة، وتدهي، وبعد الاستحمام تتبخر ببخور الحرمل، تتبخر المكان اللي بتنام فيه وانت تتبخر جيد ببخور الحرمل، وتلقي الماء خارج الحمام، والاستحمام يكون خارج الحمام أحبابي في الله، والبخور في المكان اللي بتنام فيه. ثم قبل النوم تدهن الجسد كامل بالمسك، قبل النوم تدهن جسدك كامل، وعليك بالتحصين وأذكار الصباح وأذكار المساء والصلاة في أوقاتها، وعلى الريق 7 تمرات على الريق بفضل الله تعالى. وتأتي بقزازة ماء 2 لتر أو لتر على مقدار تغطيك مقدار اليوم، وتقرأ عليها فاتحة الكتاب سورة الفاتحة 41.